السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين عالم فتافيت. معاكم هبة. وصفتنا النهاردة لذيذة سهلة كالعادة وصحية جدا. هعمل معاكم بسكوت الجايسيف أو بسكوت الحبة الكاملة أو البسكوت بالدقيق الأسمر، ليه أكتر من اسم بيبقى هو ده شكله. شكله حلو جدا وطعمه أكتر من رائع، مقرمش ولذيذ وتحفة جدا ومكونات صحية جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو علشان نعرف الطريقة والمقادير. بس قبل ما نروح، أتمنى من كل قلب اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير وطريقة التحضير. عندي هنا كوبايتين من الدقيق الأسمر، ده بيبقى شكله دقيق الحبة الكاملة، حبة الدقيق الكاملة مش متشال منها أي حاجة، بأليافها وكل حاجة موجودة فيها. وعندي كمان ربع كوباية من الزيت النباتي، ربع كوباية من الزبدة الدايبة، هضيفهم على بعض يعني نص كوباية من خليط الزيت والزبدة. عندي نص كوباية من السكر البني مطحون، سكر بني، لو ما فيش سكر بني سكر أبيض عادي، وهضيفي عليه معلقة كبيرة من العسل الأسود هيبقى معاكي سكر بني. عندي كمان نص كوباية من اللبن أو اللبن على حسب العجينة بتاعتي هتحتاج قد إيه. وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من القرفة، لو ما تفضليش الفانيليا ولكن القرفة مع المكونات الصحية دي هتكون تحفة ورائعة جدا. اول حاجه هنعملها هنجيب بوله وهنضيف فيها المواد السائله. عندي هنا الزبده، الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ يعني مش دافيه، تكون سايحه كويس بس مش دافيه هي والزيت. هضيف عليها كميه السكر اللي موجوده معايا، نص كوبايه من السكر، لو تحبي تقللي شويه مفيش مشكله ولكن المقدار ده كان كويس جدا مع كميه الدقيق اللي موجوده معايا. لو مفيش عندك سكر بني زي ما قلتلك تقدري طبعا تجيبي سكر ابيض عادي او السكر سنترافيش العادي وتضيفي عليه معلقه من العسل الاسود وتطحني، او بعد ما يتطحن تضيفي عليه معلقه من العسل الاسود وتقلبيه كويس. طبعا ده كده شكل الخليط بعد ما قلبته كويس. هبتدي دلوقتي الم العجينه، المهم اتاكد ان السكر داب شويه. وبعد كده هجيب المواد الجافه، عندي هنا الدقيق. طبعا مش محتاجه اقول لكم فوائد الدقيق الاسمر اكتر من رائعه، يكفي ان هو صحي. هضيف البيكنج باودر والقرفه وكمان رشه من الملح. هخلط المكونات مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. لازم اتاكد ان البيكنج باودر اتوزع كويس جوه الدقيق. بعد كده هجيب خليط الدقيق على خليط السكر والزبده والزيت، وهبتدي دلوقتي انزل بالمكونات زي ما انت شايفه وهقلبها، مش هلمع يعني، هقلبها كده بالشوكه لحد ما الحبات يعني تشرب كويس جدا الخليط اللي موجود معانا، وتبقى بالظبط عامله زي حبات الرمل. انا مش مضطره ان اعجنها نهائي، بشوكه زي ما انت شايفه، وهبتدي اغلغل او اخلي حبات الدقيق تتغلغل او تشرب كويس السوائل اللي موجوده معايا. ده كده بيبقى شكلها زي حبات الرمل بالظبط. دلوقتي نجيب كميه اللبن اللي موجوده معايا. انا معايا هنا نص كوبايه حطيتها كلها، كانت كميه الدقيق دي اخدت نص كوبايه بالظبط من اللبن، ما حطيتش اي سوائل تانية. وطبعا لو تلاحظوا ما حطيناش بيض ولا اي حاجه، المواد الرافعه اللي موجوده معانا بس او فقط معلقه صغيره من الكربونات من البيكنج باودر سوري. هلم بقى العجينه بايديا بالشكل اللي انت شايفاه ده، مش هعجنها هلمها بس. بسكوت سهل جدا جدا وطعمه اكتر من رائع، مرضى السكر يقدروا ياكلوه هم مطمنين، الناس اللي عامله دايت تاكل منه برضو هي مطمنه، ولكن برضو اي حاجة هتزيد عن حدها يعني مش هتبقى لطيفة، يعني مش علشان صحي يبقى عمال على بطال بقى ناكل فيه، لأ بالمعقول وما نخافش وناكل وان شاء الله ربنا بيسلم. ده كده بيبقى شكل قوام العجينة. هلم العجينة بتاعتي دلوقتي وهسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق قبل ما ابتدي ان افرد فيها، مهم جدا ان اسيبها ترتاح شوية. بعد كده هجيب ورق الزبدة وهقطع ورقتين، ورقة من تحت وورقة من فوق العجينة علشان افرد كويس جدا. يفضل طبعا لو موجود لانه هيسهل عليكي شغل كتير جدا. هجيب العجينة بعد ما ارتاحت زي ما انتم شايفين، وهجيب ورقة الزبدة احطها على العجينة من فوق وهبتدي افرد. طبعا اكون بالراحة جدا او اكون حريصة جدا وانا بفرد علشان العجينة ما تتكسرش. محتاجة سمك العجينة يكون او سمك البسكوتة يكون رفيع جدا جدا،
عاوزينها تقرمش وتتحمص زي ما بيقولوا، ما تبقاش من جوه طريه. فعلشان اخد التحميصه او تبقى مقرمشه لازم تبقى رفيعه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وطبعا على حسب راحتك. بعد كده هجيب القطاع او كوبايه او اي حاجه مدوره وهبتدي اقطع بيها البسكوتات بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هبتدي اسلك العجينه الزياده او اطراف العجينه الزياده، طبعا اكون حريصه جدا وانا بشيلها. وبعد كده هجيب الشوكه او الستيك بتاعه الشيش طاووق زي ما انتم شايفين، وتبتدي تديها نقط من فوق كده تفتحي فيها. اول حاجه هتخلي البسكوته بتاعتي ما تنفخش في قلب الفرن، تاني حاجه هتديني شكل جمالي للبسكوته رائع جدا زي الجاهز بالظبط. بس طبعا عشان مش كلنا عندنا الستيك بتاع الشيش طاووق، فطبعا تقدري بالشوكه بالطريقه السهله اللي انت شايفاها دي. بعد ما عملت البسكوتات بتاعتي بالشوكه هبتدي اشيل الورقه، ورقه الزبده، وزي ما انت شايفه بنفس الطريقه كده هرفع البسكوته، مش هشيلها بايديا علشان ما تتكسرش. اسهل طريقه انك تشيليها وتحافظي على قوامها من غير ما تتبهدل منك هي الطريقه اللي انت شايفاها دي. هرفع الورقه بالطريقه دي، وبعد كده هبتدي اسحب البسكوته واحطها في الصاج اللي هدخله الفرن. طبعا انا في المرحله دي اول ما ابتديت شغل شغلت الفرن عندي على درجه حراره 180. هدخل البسكوت حوالي 10 دقائق 11 دقيقه بالكتير جدا، مش هياخد وقت طويل ابدا ويمكن اقل من كده كمان. وده شكل البسكوته بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، زي ما انتوا شايفين واخده لون حلو جدا جدا. طبعا لو حسيتي ان البسكوته لونها فاتح تقدري تدخليها تحت الشوايه لمده دقيقتين، سواء من تحت او من فوق. لو من تحت هتقلبي البسكوته وتدخليها تحت الشواية مدة دقيقة أو دقيقتين بالظبط، هتاخد اللون الرائع اللي انتي تحبيه وتفضليه. وادي كده شكل البسكوت بتاعنا. طبعا حاجة زي كده لما بتتعمل في البيت وبتطلع ناجحة وطعمها لذيذ الواحد بيبقى فرحان بيها جدا، خاصة لما تكون النتيجة قريبة جدا جدا من البسكوتات الجاهزة. عايز اقولك النتيجة اكتر من رائعة، والبسكوتة تحفة جدا، وكمان المقادير اقتصادية جدا، يعني كوبايتين من الدقيق الأسمر، نص كوباية من الزيت والزبدة، ونص كوباية من السكر، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة من القرفة. يعني مكونات اقتصادية جدا جدا، وعملنا يعني كمية بسكوت. احنا بنجيب الباكت بتاع بسكوت الجاستف من بره في 2 قطعة بس، فشوفي الكمية دي تعمل كام باكت، وطبعا انتوا عارفين تمنه. فاحنا عملناه في البيت من كوبايتين دقيق بمنتهى البساطة، طعم رائع وشكل اكتر من رائع، هيعجبك جدا، وحاجة صحية تاكليها وانت مطمنة، وكمان مريض السكر او اللي عامل دايت يقدر ياكلها وهو مطمن. زي ما انتوا شايفين البسكوت، اتمنى ان هو يعجبكم ان شاء الله. دي كانت وصفتي ليكم النهاردة، اتمنى طبعا من كل قلبي ان هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسينيش الشير واللايك والسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، ودمتم امينين يا احلى متابعين.